نتحدث اليوم عن ضرر أكثر من 59 منشأة صحية إما دمرت بشكل كامل أو بشكل جزئي، واستشهاد أكثر من 50 عامل أو مقدم صحة في منطقة الشمال السوري المحرر، وأيضا عن ضرر كبير في منظومة الرعاية الصحية الأولية التي هي المسؤولة بشكل مباشر عن التعامل مع الأمراض المزمنة والأمراض السارية التي كانت تصيب المنطقة والتي قد تكون كان مسيطر عليها في مرحلة ما قبل الزلزال. نحن اليوم أمام تحدي كبير لظهور أمراض سارية قد يكون مسيطر عليها في المرحلة ما قبل الزلزال، وأنا هنا أتحدث عن الحصبة، عن شلل الأطفال، أيضا عن الكوليرا، وأيضا عن قد يكون عن موجة ثالثة من كوفيد 19 وإنتانات فيروسية. ضرر المنظومة الرعاية الصحية الأولية هو التحدي الكبير الذي سيواجهنا في الأيام القادمة، وهذا الأمر بحاجة إلى جهود كبيرة للعودة بالنظام الصحي إلى ما كان عليه سابقا. هذا إذا أضفنا عليه الكم الكبير من الإصابات التي هي بحاجة إما لعلاج من الناحية الطبية أو علاج من الناحية النفسية. حقيقة اليوم نحن بحاجة لجهود الجميع، بحاجة لدعم الشركاء سواء كان المنظمات الأممية ومنظمة الصحة العالمية والمانحين الدوليين والمنظمات المحلية، لدعم تقني ودعم مالي للعودة بالنظام الصحي إلى ما كان عليه مرحلة ما قبل الزلزال، وإلا هذا ينذر بعودة انتشار أمراض قد تكون سابقا مسيطر عليها والآن سوف تعود بسبب ضعف منظومة الرعاية الصحية الأولية.